لم يعد حرمان المرأة من المشاركة في الحياة السياسية موضوعاً يناقشنه في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدهن، فعامان منذ الانقلاب كانت كفيلة لتنسف كل ما حلم به اليمنيون وسعوا له بكل فئاتهم، فتغيرت العناوين كثيراً، فعدنا يطالبنا بحق الحياة، خصوصاً وأن 42 من ضحايا الحرب هن من النساء، وفقاً لآخر إحصائية لوزارة حقوق الإنسان، وحقهن في حياة آمنة لا يقتل ولا يختطف فيها أبناؤهن. النزوح أيضا عنوان لمعاناة جديدة جلبتها الميليشيا بحربها كنوع من أنواع العنف الذي تمارسه وتتضرر منه المرأة كحلقة هي الأضعف في المجتمع. سعينا في إقامة هذا المؤتمر من أجل نقل معاناة النازحين، سواء كانت معاناة مادية أو اجتماعية أو أسرية. وطأة ترك المنزل الذي ألفته وفقدان كل ممتلكاتها ليس وحده ما تعاني منه المرأة وتجبر على تحمله، بل أذى نفسيا شديدا تقاسي آثاره بسبب رحلة الشتات والتشريد. أمر دفع الحكومة هنا في مأرب إلى إطلاق دعوة للمنظمات الدولية والمحلية خلال المؤتمر الأول للمرأة اليمنية النازحة الذي عقدته السلطة المحلية للمساندة بتقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة النساء النازحات.